مرحبا بكم تلمذة الباكمات، معكم الأستاذ عبد الناصر الجزيري، 35 عام خبرة في تدريس السنوات النهائية، ومن المؤسسين تاع تونسكو اللي هي تأسست من 2016، وراكم تبعتوا برشا دي فيديو على اليوتيوب. واحد عملنا شراكة سنة مع منصة لسينا، إن شاء الله ربي يوفقنا، زدنا تطورنا، عملنا برشا حاجات بهينة تشوفوهم، سجلنا لي كور الكل سو فورم دو فيديو، قسمناه سوغ دي بارتي، برسك كل باراغراف وحدها بالبارتي كور، رابيل نتاع الكور و دي زابليكاسيون على الكور هذاك باش تفهموا بالقدا، وبعد سيري ديكزارسيس على البارتي هذيك، ولي زيكزارسيس عملناهم معناها بالتدرج، اكلي من الساهل للي متوسط للي اصعب شويه للي اصعب شويه، دو تيل فاسون اللي التلميذ المتوسط ان شاء الله نشده بيده والخدمه تجيبه، علاش ما نطلعوش ال 12 وال 13 وال 14، والتلميذ الباهي ان شاء الله باش يبدع ويتميز ويجيب لنا المونسيون تري بيان اللي نتمنوا فيها الكل. باش تلقاو زاده لي فيديو مسجلين سو فورم دو بي دي اف الكوريكسيون، وقبل هذاك باش تلقاو سيغي ديكزارسيس اون بي دي اف، دونك ننصحكم قبل تفرجوا في لي فيديو تعملوا سيغي نتاع لي زيكزارسيس تعملوها وحدكم، وبعد تفرجوا في لي فيديو باش تشوف وين فما ديفو، وين انت فاهم وين انت مش فاهم، وبالطبيعه هذيك باش تخلق لك تساؤلات هذيك احنا باش نعاونوك باش نجاوبوك عليها، كيفاش باش تنظموا دي سيونس لايف، خاصه كثوهم زاد قبل لي دوفوار، باش ننصحوكم ونعاونوكم. اذا نعطيكم فكره على البروغرام نتاعكم. بالنسبه للباكمات في الجيومتري عندكم لونسومبل دي نومبر كومبلكس، لي زيزومتري، لي ديبلاسمون اونتي ديبلاسمون، اي لي سيميليتود. سيميليتود زاد فيهم اش نقراو سيميليتود، بعد سيميليتود ديريكت، سيميليتود انديريكت. بالنسبه للاناليز عندنا ليميت كونتينيتي، ديريفابيلتي اللي هما باش يزيدوا شويه على عامنا ولا كروسمون فيني مثلا في الديريفاسيون واحد، وبعد ايتود فونكسيون باش نزيدوا فيها لي برانش انفيني نتعمقوا فيهم، وبعد الفونكسيون ريسيبروك، لي بريميتيف اللي هما يصلحوا لنا نقراهم باش نقراو لي زانتيغرال، وبعد اش نقراوك لي دو فونكسيون جدد اللي تسمعوا جماعه الباك كل يحكيوا عليهم، اللوغاريتم والاكسبونونسييل. وعندنا لا بارتي اريثمتيك كو فوز الي ايمي كو فوز الي ادوري معايا ان شاء الله باش تحبوها على الاخر، حتى واحد عمره لا فهم وعمره لا قرا اريثمتيك باش تولي تحبها على الاخر، اللي هي سور تيح لك في كل باك ان شاء الله. وفما لا بارتي بروبابيليتي هذيك نعملوا لها الغابيل نتاع التخوازيام ومتاع الباك. اذا طريقه العمل بالنسبه لكم كيفاش باش تكون طريقه العمل؟ باك مات، نقول لهم التلامذه في القسم باك مات يزم راسك يكون نحاس، ما فما حد شيء يقف قدامك. يقولوا لي مسيو ميسالش عديت مثلا ساعتين خم في كيستيون اول عام، ميسالش يزم راسك يكون صحيح ويزم تطلع. وراو ناكد لكم راو في الباك مات راو التمحريث الخدمه تجيب، وان شاء الله مع اللي سينا باش نحقق لكم امانيكم، ان شاء الله بون كوراج اي بون شانس.